السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. واليوم أنا موجود في تركيا، بالتحديد في مدينة طرابزون، في زيارة خاصة لصديق عزيز وأخو وأكثر من صاحب، الأخ عبد الهادي أبو جهاد. شباب من السعودية، عددهم تقريبا 6 إلى 7 أشخاص ما شاء الله، موجودين من عام 2009 في طرابزون المدينة التركية في الشمال التركي. عندهم شركتين، شقق تمليك وفنادق وفلل وإيجار سيارات، كل شيء، وتنظيم رحلات، أشياء جميلة جدا. أعرفهم من عام 2009 إلى الآن موجودين، بصراحة شيء مشرف وأشياء جميلة والله العظيم، ما هي مجاملة ولا هم عشانهم أصحابي، ولكن الحقيقة أنا أشوفه بعيني، وقررت أني أنا أصور هذا المقطع لأنه الشيء اللي قدمونه للسياح سواء السعوديين أو الخليجيين أو العرب بشكل عام حتى على المستوى الأوروبي يستحقون أن الواحد يدعمهم ويقول لهم بالتوفيق وتستاهلون كل خير ما شاء الله تبارك الله. اليوم أنا موجود في مقر الشركة، شوفوا الجولة السريعة بس كذا على هذا المقطع، وحتشوفون كيف الشغل اللي قدمونه وش التنظيم الشيء الكويس اللي قاعدين يقدمونه بشكل مميز جدا، صراحة مفخرة من الآخر ما شاء الله تبارك الله. هذا مقر شركتهم في مدينة طرابزون في الشمال التركي، بروج ورحال. بصراحة تعامل واحترام، والله يستاهلون الدعم. هذا مقر شركتهم الآن ما شاء الله تبارك الله، بصراحة شغل محترم. هذا المشاريع اللي فعلا تستحق ان الواحد يحترمها وتستحق ان الواحد فعلا يتعامل معها. هذه مجسمات للمشاريع اللي عندهم، وكلها شفتها على الطبيعة طبعا. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة، ترى المجسمات اللي تشوفونها هي مشاريع حقيقية على أرض الواقع، موجودة هنا في طرابزون. صراحة مفخرة والله، ما هي مجاملة، اللي أنا أشوفه مفخرة. شوف البروشرات اللي قاعدين يسوونها، شوف هذه التليفونات، من أنتوا اتصلوا راسلوهم واتساب، راسلوهم سناب، انستغرام، تويتر، ححط كل العناوين. شوفوا يا جماعة العالم اللي قاعدة تشتغل، شوفوا المشاريع اللي فعلا الواحد لما يتعب يوصل لدرجة معينة. هذه شقتي صح؟ الله يرزقنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، مفخرة مفخرة مفخرة، الله يوفقهم. طبعا أنا حروح على ركن عندهم هنا فيه مجموعة من المشاهير، سواء مشاهير سوشيال ميديا، سواء مشاهير في الإعلام، سواء مشاهير من رجال دين، مجموعة من الأشخاص هيعملوا لهم بوستر كامل كذا كبير. بس أنا أعطيكم نبذة الآن عن كم شخص موجود عندهم في الشركة. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام، حياك الله. شلونك؟ حالك طيبين؟ طيب. أهلا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، طبعا مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا، الأشهر طبعا ما شاء الله تبارك الله، طبعا جاهم أحد عملائهم المستمر معهم من سنوات، الشيخ محمد العريفي. مجموعة كبيرة، ما ودي أخصص، ولكن الشيخ محمد العريفي صراحة يستاهل أن الواحد يخصصه ما شاء الله. عدد كبير. وهذا أخونا الأستاذ عبد الهادي أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة الشركة. حياكم الله وأهلا وسهلا والله بفارس، شرفتنا يا غالي. أنا مبسوط إني زرتك. والله إحنا أسعد الله يبارك فيك. وأنت من عيال الطائف؟ أي نعم، إحنا من عيال الطائف. أنت وإخوانك وعيال عمك؟ كلنا متواجدين نعم الحمد لله هنا من 2009. المشروع مشرف. الله يبارك فيك. والشغل اللي تقدمه مشرف. الله يبارك فيك. والله العظيم ما أقولها مجاملة، أصلاً التصوير واضح. الله يسعدك. الشيء اللي أنا شفته على أرض الطبيعة يستاهل التقدير والاحترام. الله يبارك فيك والله، نتشرف فيكم كلكم بخدمتكم. هذا فيديو تعريفي استخدمه في اليوتيوب،
أبى أحطه في قناتي الخاصة في اليوتيوب. الله يسعدك. استخدمه بالطريقة اللي تناسبك، وهذه شهادة حق أعطتك إياها مني أنا مصورة بالفيديو للشيء اللي موجود عندك في الشركة. ما قصرت بيض الله وجهك. أبداً، تستاهل كل خير يا عبد الهادي. الله يسعدك. وأنا بحط العناوين سواء هنا أو حتى في السناب شات أو حتى في تويتر. الله يبارك. أرقام الجوالات، التواصل في السوشيال ميديا، تويتر، السناب شات، إنستغرام، كل شيء بحطه. دعم مني لك وتستاهل. الله يبارك فيك ويسهل والله متابعينك ان شاء الله، خصومات واسعار كويسه باذن الله. الله يوفقك. الله يوفقك. تحياتي للجميع، ونشوفكم على خير ان شاء الله، سواء في الشمال التركي ولا في السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله.